ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الدكتورة جميلة السلمان، استشاري الأمراض المعدية والأمراض الباطنية وعضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19. دكتورة، بداية نرحب بك، وهل لك أن تطلعينا على أبرز الإجراءات الاحترازية التي تنصحون بها المجتمع وبالتحديد كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة للتعامل مع الجائحة في هذه الفترة؟ مساء الخير جميعا، يعطيكم ألف عافية. بالنسبة احنا نحب نأكد في هذه الفترة على أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية اللي ساهمت فعلا للتصدي لفيروس كورونا، واللي فعلا ساهمت في حفظ صحة وسلامة الجميع من المواطنين والمقيمين، وهذا من خلال الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللي التزمنا بها على مدى العامين الماضيين. بالنسبة إلى لبس الكمامات، فمهم جدا هنا التنويه إلى أن لبس الكمام اختيار في مملكة البحرين في المناطق الداخلية والخارجية وفق التعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا. بس مهم نركز على أن لبس الكمامات يكون مهم يكون موجود عند مجالسة الأشخاص اللي ممكن يتعرضون أكثر للمضاعفات لا سمح الله، ودخول عناية المركزة أو المستشفيات مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. كما أن هذا ينطبق أن المنشآت الصحية تقتضي فعلا لبس الكمامات بحسب التعليمات الإرشادية الخاصة بكل منشأة صحية. فجميع النتائج التي تحققت على مدى العامين الماضيين كانت نتائج للوعي المجتمعي للمواطنين والمقيمين بهذه الإجراءات الاحترازية، ومهم جدا مواصلتنا جميعا وعلى جميع هذه الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع إن شاء الله. نعم إن شاء الله. الدكتورة جميلة السلمان، استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية وعضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19، شكرا جزيلا لك.